طيب عايز اسالك عن رد فعل اتحاد كره القدم، لان هناك دلوقتي مقارنه ما بين الاتحاد المصري والاتحاد التونسي. الاتحاد المصري الناس بتقول عليه ان هو اتحاد، او كل الجمهور او معظم الكلام على السوشيال ميديا بيتقال ان الجمهور بيقول ان الاتحاد المصري هو اتحاد ضعيف جدا لا يستطيع الوقوف مع جمهوره، على عكس الاتحاد التونسي اللي وقف مع جمهوره وجاب كل التذاكر اللي هم عايزينها والتذاكر الرخيصه، اما الجمهور المصري فلم يجد اي وقفه الحقيقه من الاتحاد المصري. ايه رايك في هذا الكلام؟ وعايز اعرف رد فعل الكابتن احمد مجاهد او المجموعه، ما اعرفش مين اللي موجود الحقيقه. لا انا كلمت الكابتن احمد، المهندس احمد مجاهد، امبارح في الموضوع ده وسالته النهارده الصبح، انا اسف، وسالته المنتخب التونسي يا جماعه حد بس ياخد التذاكر المباريات معروضه للبيع اونلاين. المنتخب التونسي وصل قبلنا للماتش ده بيوم، فحجز كل التذاكر الرخيصه، اشتروا هو عنده يوم، احنا بدانا نحجز تذاكر المباراه بعد ما حققنا الفوز على الاردن. نعم. هم بداوا يحجزوا تذاكر المباراه بعد ما حققوا الفوز على عمان، فعشان كده خدوا التذاكر الرخيصه اللي هي اللي هي في وش المقصوره زي ما احنا بنقول، اللي هي ايوه اين التنسيق برضو؟ لا معلش، اين التنسيق يا عويس؟ ما هو اتحاد كره القدم مفيش تنسيق. الفيفا رفض انه يخصص. الاتحاد التونسي نفسه طلب انه يخصص 50 50، الفيفا رفض. يعني طب اوكي كويس، ده معلومه كويسه، احنا ما نعرفش المعلومه دي مثلا. الفيفا رفض انه يخصص لانه في حاجه غلط معموله في البطوله، لان في المباريات في كاس العالم بيتساب 30% و30% لجماهير الفريقين، وبيتساب 40% للبلد او جمهور البلد المقيمه، ولكن هم سابوا لانه مش ما كانوش عارفين ان الحضور الجماهيري هيبقى بالكم ده، فسابوا التيكت اونلاين، فطالما التيكت هتحجز اونلاين فخلاص. معلش يا عويس، وانت بتكلمني، معلش احنا جايبين اللقطه اللي الجمهور المصري اعترض فيها على سوء التعامل في موضوع التذاكر، وادى ظهره للملعب بعد السلام الوطني المصري والتونسي. السلام الوطني والتونسي ادى ظهره الملعب لمده 3 دقائق اعتراضا على ما حدث، والحقيقه انه خلاص الصفحه واتقفلت يا كابتن اسلام. الحقيقه لا كنا يعني انت عارف اللي هو ايه، لا كنا نستاهل نكسب ولا كنا نستاهل نخسر، اللي هو الفريقين ما يستاهلوش يكسبوا الحقيقه. يعني لا الماتش الجزائر وقطر انا شفت الشوط الاولاني، لا المنتخب الجزائري الحقيقه متفوق على المنتخب القطري على الاقل 70 30 يعني، مش او 65 35 يعني. فرصتين، فرصه لياسين ابراهيمي وفرصه لبغداد بونجاح ضاعوا في مقابل فرصه المعز علي، والمباراه انا سامع صوت الجماهير الحقيقه مباراه ناريه، فيها كوره وفي فرص ضايعه وفي هجوم هنا وفي هجوم هنا، احنا الحقيقه ماتشنا لا فيه هجوم هنا ولا فيه هجوم هنا. الفريقين منتخب تونس بيلعب على جزئيه الضربات الركنيه والكرات الثابته زي ما لعب كل المباريات السابقه، ومنتخب مصر مستني يروح للوقت الاضافي عشان يجد منتخب تونس او يخطف هدف زي ما كان يحصل لكره مصطفى فتحي. الحقيقه الفرقتين خايفين من بعض، انت لو بصيت الماتش كله 90 دقيقه ما فيهوش هجمه منظمه، ما فيهوش جمله، ما فيهوش حاجه خالص، يعني ما فيش ما يقال عنها هي مباراه كره قدم حقيقيه. طيب اشرح لنا ماذا حدث بعد نهايه المباراه، اللعيبه عامله ازاي، بتفكر في ايه، بيقولوا ايه، قول لنا. اللعيبه خرجوا في الميكسد زون، خرجوا وتحركوا، ما حدش اتكلم من اللعيبه، رفضوا الحديث. كارلوس كروش في المؤتمر الصحفي وبعد المباراه هاجم التحكيم بشده، اعتقد ان هم بكره هيتمرنوا تمارين خفيفه عشان لان مباراه الثالث والرابع يوم السبت الساعه 12 الظهر بتوعيه القاهره يا كابتن اسلام، بدري جدا لان النهائي يوم السبت الساعه 5، فاعتقد انه عارف انت مباراه الثالث والرابع دي بتبقى مباراه دمها تقيل، بتبقى مباراه يعني مش عارف الحقيقه يعني، بس هي هتفرق في الفلوس، هي هتفرق ماديا، خلي بالك هتفرق في مليون دولار تقريبا. طب يعني طيب يعني 16 مليون جنيه عشان ما تبقاش الخساره من كل الاتجاهات يعني من كل حته. من كل حته. فالمباراه هتبقى يوم السبت الساعه 12 الظهر في ملعب 974 اللي لعبنا عليه النهارده. المباراه الثانيه مباراه نهائيه هتبقى منتخب تونس والفائز، حتى لا منتخب الجزائر، لسه مش عارفين الماتش هيخلص على ايه. الساعه 5 بتوقيت القاهره في استاد البيت، وهتنتهي البطوله ونبدا بقى نستعد للسوبر الافريقي اللي الناس كلها هنا بقى بالنسبه لها اهم بطوله عربيه للمصريين، الاهلاويه والزملكاويه، واعتقد انه ان شاء الله الاهلي قادر على انه يعوض احزان الجماهير المصريه النهارده بعد زعلها في ماتش السوبر.